السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب في شرح جديد من قناة تايجر ويب. النهاردة هنشرح أفضل مدير ملفات تستخدمه على التليفون بتاعك. بس قبل ما نخش في الشرح كده، مطلوب منكم بس حاجتين: إن أنت لو مش مشترك تضغط اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار إشعارات الكل عشان يوصل لك كل إشعار بكل فيديو جديد أو كل شرح جديد على قناة تايجر ويب. ولو سمحت لو مشترك اعمل لايك وكومنت تشجيع على الفيديو لو عجبك. اول حاجة هسيب لك الملف تحميل البرنامج اسفل الفيديو من غير اي روابط ولا اي حاجة. تمام، هنخش دلوقتي على مدير الملفات. التطبيق ده ممتاز جدا، طبعا بيطلب منك الاذن اول مرة نحمله. تمام، هي دي واجهة الاعدادات. اول حاجة دي الواجهة بتاعته. تمام، هنخش لو دوسنا هنا هنلاقي الاعدادات بتاعته. ممكن تحدث لنسخة بريميوم لو انت عايز مثلا تدفع فيه، تحليل، تحديث. مثلا هنا في برضو الصفحة، التخزين، البطاقة، يعني الواجهة بتاعته. تمام، هنا مثلا التحميلات لو في عندك اي شيء محمله هيظهر لك هنا. تمام، ومثلا لو دي مساحة الكارت النمري مثلا، أي حاجة هنا هتلاقيها هنا في البطاقة. تمام، وده التخزين الرئيسي. التخزين الرئيسي ده اللي مساحة الجهاز الداخلي، يعني مثلا بيقول لك إيه، أنت مستخدم 41% من المساحة، والباقي طبعا هو المسافة الفاضية. وهنا طبعا الخاص بالفيديو، مثلا أي فيديو هنا هتيجي مثلا تدوس عليه مثلا هيشتغل معاك على طول. مثلا فيديو دوت، دي قائمة فيديوهات، مثلا لو دوسنا هنا الفيديو كده شغال معانا على طول. تمام، يعني حاجة ممتازة جدا، يعني تستخدمه مدير ملفات وفي نفس الوقت عارض للصور وللفيديو. طبعا برضو هتيجي مثلا عايز تمسح بيزارك هنا، نسخ، نقل، إعادة تسمية، حذف. طبعا في هنا الأكثر، مثلا إضافة من المفضلة، يعني كل حاجة ممكن تحتاجها تلاقيها جوه البرنامج. وهنا مثلا قسم للصوتيات، وهنا قسم للصور، وهنا الوثائق، التطبيقات. طبعا التطبيقات هنا بتخش كل التطبيقات اللي انت عندك، حتى لو مش ظاهر بره هتلاقيها ظاهر هنا. طب تمام، في ممكن تطبيق او الابليكيشن ممكن ما يكونش ظاهر هنا، لا هنيجي عند الكل هنلاقي كل حاجة انت بتستخدمها على الهاتف هتلاقيها هنا، حتى الحاجات اللي مش ظاهرة عندك بره هتلاقيها هنا. عايز مثلا تلغي اي حاجة مثلا هتدوس عليها كده هيوديك مثلا على احنا كده فتحناه، هندوس على كده مثلا، لو دوسنا الغاء تثبيت هيلغي التثبيت. طبعا دي الاختيارات، نسخ احتياطي والغاء تثبيت لو انت عايز تنسخ التطبيق ده احتياطي، لو عايز تعمل عدد مصنع للتليفون او ما شابه ذلك. طبعا شايفين هنا برضو بيجيب لك العدد بتاع كل ملفاتك اللي هنا، مثلا 314 ملف عندي. تمام، دي واجهة التطبيقات. طبعا ملفات جديدة هنا، مثلا الوثائق دي كل ملفات الوثائق اللي انت بتعملها، فوردر، اي حاجة بتظهر هنا. وهنا ملفات جديدة، هنا أي ملف بتحمله جديد، صور، أي حاجة بتبان عندك هنا. وهنا وصلة الكمبيوتر، هنا لو أنت عايز تخش على الكمبيوتر بتوصل وصلة، ومن هنا بتبدأ تحمل الملفات أو تنقل الملفات، يعني تحميل على الكمبيوتر أو تحميل على التليفون. وهنا بعيد هنا موقع، لو عايز تضيف موقع على منك للبرنامج. تمام، وهنا السحابة. ايه السحابة دي بقى؟ السحابة دي زي تخزين كده، عاملة زي ايميل ميديا فاير، بس ده خاص بالتطبيق ده. بيديك مثلا مساحة معينة طبعا للنسخة المجانية بتحمل فيها الحاجات اللي انت عايزها من غير اي حاجة، حتى لو تليفونك اتمسح ولا حصل له اي حاجة بتخش على ايميلك برضو بتاع جيميل اللي انت مسجل بيه هنا، وبتخش تفتح السحابة وبتلاقي كل الملفات اللي انت ايه حفظتها. وبكده يبقى شرح النهاردة خلص، وزي ما قلت لكم هسيب لكم لينك التحميل اسفل الفيديو. ويا ريت يا جماعة اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. وكده شرح النهاردة خلص، وإلى اللقاء في شرح جديد مع قناة تايجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.